وإلى هذا الخبر العاجل مشاهدينا الكرام، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي قيس سعيد، وقد صرح متحدث الرئاسة بأن الاتصال تضمن تقديم الرئيس سعيد العزاء للرئيس السيسي ومصر حكومة وشعبا في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابي الذي وقع في غرب سيناء، ووقوف الجمهورية التونسية بجانب مصر وفي جهودها لمكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره. من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من أخيه الرئيس قيس سعيد، مؤكدا على قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، متمنيا لتونس ولشعبها الشقيق كل الأمن والاستقرار.